إما مواجهة المحتل ورفع التحدي وعدم قبول والله التسامح مع أي فرصة تصعيد ليحاول لعدو على أن نعدل هنا يكون نعود حاضرين وواجدين ونملوا رأينا ونملوا وجهة نظرنا ونفرضوا إرادة شعبنا ونفرضوا على المحتل لأنه يراجع حساباته عليها أن يراجع حساباته. هذا ما هو ربه اللي يعرف، هذا جيش من الرجال المضحين بالنسبة لهم، باعوا المولانا وباعوا الوطن أرواحهم. إذن البيعة ما هم متراجعين فيها، البيعة اللا واحدة والعهد اللا واحد، وقطعا على هذه المناطق اللي تراحوا فيها قط اللا في سنوات غابرة اشتشهدوا فيها رجال وضحوا بدم وبارواحهم دفاعا عن حرمة الوطن. المهمة ما زالت على عواتقنا، ماصلينها، ما لنا نادمين. وبالنسبة لنا العدو يجب وعليه وعلى المجتمع الدولي أن يراجع حساباته. من لا مواجهة المحتل ورفع التحدي وعدم قبول والله التسامح مع أي فرصة تصعيد ليحاول العدو على أن نعدل هنا يكون نعود حاضرين وواجدين ونملوا رأينا ونملوا وجهة نظرنا ونفرضوا إرادة شعبنا ونفرضوا على المحتل لأنه يراجع حساباته عليها أن يراجع حساباته. هذا ما هو ربه اللي يعرف، هذا جيش من الرجال المضحين بالنسبة لهم، باعوا المولانا وباعوا الوطن أرواحهم. إذن البيعة ما هم متراجعين فيها، البيعة اللا واحدة والعهد اللا واحد، وقطعا على هذه المناطق اللي تراحوا فيها قط اللا في سنوات غابرة اشتشهدوا فيها رجال وضحوا بدم وبارواحهم دفاعا عن حرمة الوطن. المهمة ما زالت على عواتقنا، ماصلينها، ما لنا نادمين. وبالنسبة لنا العدو يجب وعليه وعلى المجتمع الدولي أن يراجع حساباته.